يلا يا عم، يلا يا حبيبي، شكله فيش بنزين والله حال. هو نازل ماتش والله حاجه. حاسك مالك اشي؟ حاسك مالك اشي؟ لا مستعد. لا ماشي، طيب نبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نشوف كيف راح نتعامل في المحاضرة هذه مع خصائص البوليجون، مع خصائص البوليجون. لو أنا جبت على افتراض بوكس وحطيته، هاي البوكس اللي عندي، البوكس هذا مكون من كم من خط؟ أربعة، وعندي خمسة ستة سبعة ثمانية أو ما شابه. طيب الخطوط هدول مكونات من كم من نقطة، أو الشكل هذا مكون من كم من نقطة عندي؟ يعني هذه تقاطع خط مع خط ثاني، هي عباره عن نقطه، هاي نقطه تنتين ثلاثه اربعه، وفي عندك اربعه شقه ثانيه ثمانيه. هذول المكونات، النقاط. النقاط هي اصغر شغله في شغلي. يعني لما اجي اشتغل، اذا بدي انزل لو اكثر شيء مستوى بنزل للنقاط، بدي اطلع شويه بتعامل مع الخطوط، بدي اطلع شويه بتعامل مع المسطحات. نوضح، طلع علي لو انا عصيت على الجسم تبعي باليمين تطلع لي القائمه هذه، فيرتكس اللي هي النقاط، والإدج الخطوط، والفيس مسطحات. نيجي لأبسط شغلة، الفيرتكس نقاط. أول ما اخترتها أنا، إيش شايفين أنتوا طلع لي هنا؟ في عندي نقاط. لو أنا علمت على أي نقطة وجيت بالأسهم بغير الشكل تبعي، بشوي الشكل تبعي على حسب تحريكي للنقطة. إذا أنا بقدر أشوي الجسم تبعي باستخدام النقاط تبعتي، شوه زي ما بدك، بدك تطلع لما تحصل على الشكل اللي انت عايزه. طيب انا عملت تراجع، هذا لو انا بدي استخدم النقاط. طيب لو انا بدي استخدم الخطوط، بعلم على الشكل تبعي وبقول له ايش؟ ايدج. ايدج يعني حافه او خط، علم عليه. تعال هاي الخط اول ما علمت عليه ايش ماله ضوء، وبينفع بالاسهم اطلعه لفوق يصير معك شكل زيك لو انت عايز تحصل عليه. سيبك من الشكل النهائي، احنا بعنينا ايش بيسوي الخط عمليا. عمليا الخط بيسوي ايش؟ كانه بيمسك نقطتين، بيمسك النقاط اللي داخله فيه. ففي حالتنا هذا هو ماسك نقطتين، ها كنترول زد. لو انا جيت على النقاط ومسكت النقطتين هذول مع بعض وحركتهم، راح يعطوني نفس النتيجه. الخط عمليا حرك النقاط اللي داخله فيه، وبالتالي رفعهم كلهم. طيب نيجي للمسطح، لو جيت باليمين وقلت فيس، هو الوجه تبعي، هو الوجه كحد ادنى بكون ثلاث نقاط لو جاي بشكل مثلث، وما اكثر اربعه خمسه سته اللي بدك اياه. طيب هذا الوجه لو انت رفعته لفوق، اسف انا معلم فيه عندي خليج غلط، فيسز. لو انا رفعته كأني رفعت ايش؟ الاربع نقاط. كأني رفعت الاربع نقاط هذه، او كأني رفعت الاربع خطوط. هاي ايدج، وهي الخط هذا شيفت، هذا شيفت شيفت، كأني انا رفعته. علم؟ علم. هيك احنا بنيجي بنشوف في الاجسام تبعتنا عشان نحصل على الشكل اللي انا بدي اياه. على افتراض لو انا بدي اعمل ايد خزانه بسيط، هاي في عندي سفير، خلينا نمحي هذا الشكل مش عايزينه خلاص. هاي في عندي سفير، السفير هذا عايزه يبين عندي زي اكره باب، او الايد مدوره هيك عشان تمسك منها الباب. ايش راح اجي اسوي؟ طلع علي، راح اجي باليمين واقول انا عايز نقاط، وعشان اعلم النقاط صح في ركروا وراس صح يجوا هيك حاولوا يقنصوا ويجيبوها لف. في عندي هاي النقطه، هذه فالته، هذا معلم، هذه فالته، صعب انا اعلم عليه. واروح جزء من النافذه اوضح، طلع هذه النافذه انا اعلم على الجزء اللي فوق كله، انا علمت عليه، واضح الامور عندي. فانا بلجا احيانا مضطر الجا لنوافذ ثانيه عشان احسن الشغل تبعي. ونرجع، هذا بنفع اعمل له سكيل، النقاط تبعتي بنفع اعملها سكيل، وبنفع كمان حركها لفوق، وبنفع كل شيء، اعمل له تحريك واعمل له سكيل. فانا لو انا عايز بنفع اعمل له زي هيك، حاجه زي هيك، خليني اجي من النافذه هذه واعلم على النقاط اللي فوق كمان وارفعهم. صارت هيك عامله لي زي اكره باب، لقيتها انا في نظام ايش؟ الخطوط او النقاط، صح؟
عشان اطلع باليمين اوبجكت مود عشان اتعامل مع الجسم كجسم، بعلم برا بجي بعلم عليه، هاي الجسم تبعي بعمل له دوران. اذا عامله عايزه يكون زي هيك، اسف خلينا نعمل سناب 5 ونيجي نعمل الدوران تبعي هاي 90 درجة حاجة زي هيك. لو انا عايز يبقى هذا اكرة باب بطلع اكرة مناسبة، لو انت لاحظت ان في عندك باب على افتراض يعني، من وين نجيبك يا باب؟ هاي باب وهي هذا طبعا كبيرة علي، بنعملها ايش احنا بكل بساطة كجسم، هل بتتعامل معها كجسم، اعملها سكيل وبظبطها بحطها كأنها ايد للباب تبعي. وبينفع احنا لو لفناها زي هيك نعملها زي الفطر، لو انت لو زريعة او ما شابه تبقى عامل اللي بدك اياه يعني. انا قصدي كيف نقدر نتعامل مع النقاط تبعوني. طيب لو اجينا على بوكس، البوكس هذا بينفع انا ازيد عليه خطوط، خلينا اعلم على الثلاثة هدول وازيد التقاطعات تبعته بهيك شكل على افتراض. قلت انا لو انا بدي اتعامل مع الاوجه فيس هاي الوجه هذا، لو انا رفعته لفوق راح احصل على الشكل هذا اللي عندي. ليش؟ لان عمليا راح يرفع النقاط والنقطة هذه مشتركة بين خطها بين المسطح هذا المسطح هذا والمسطح هذا، وبالتالي بترفعهم كله، فصار طرف المسطح اللي تحت كمان ماخذ بباله النقطة انها تغير مكانه. طيب لو انا عايز اطلع منه عمود او اطلع منه بوكس لفوق ايش اسوي؟ وهي اول اداة راح نتعلمها باستخدام تعديل الموديفاي البوليجونز، راح اعلم عليه شيفت، اعلم على المسطح شيفت، وانا ضاعس على زر شيفت راح ادعس بالزر اليمين للماوس راح تطلع لي قائمه. القائمه هذه في حاجه اسمها اكسترود، وهذه اشهر اداه احنا راح نستخدمها اكسترود، وراح امسك السهم واطلعه لفوق. عمليا الاكسترود هذا ايش سوت لي؟ طلعت لي مجموعه مسطحات جديده. هذا المسطح كان تحت صح؟ لكن هذا المسطح وين كان قبل ما اعمل الاكسترود؟ كانش موجود اصلا. كل المسطحات اللي هنا هذه كانتش موجوده، هذه تم انشائها من خلال عمليه اكسترود، واضح؟ وهذه من اهم الخصائص او اهم الشغلات اللي احنا راح نستخدمها. لقيت انا ما اجي اعمل اكسترود بينفع اعلم على اكثر من مسطح على افتراض واعملهم اكسترود، شيفت اكسترود، انا عملت اكسترود. طيب اعمل تراجع الاكسترود تبعي، لو انا بدي اعمله شيفت باليمين اكسترود وطلعه لفوق، بقدر اعمل له مش بس انا تحريك لفوق، شايفين المربعات اللي هنا؟ لو انا عصيت على اي واحد من المربعات، اي واحد بس ادعس على واقيم ايدي، راح الاحظ انه هنا صار مربع. لاحظوا هذا ايش؟ فاضي صح؟ فيش عندنا مربع. عص على اي مربع من المربعات اللي على الطرف السهم بتحول لمربع، بصير انا في النص بقدر اكبر واصغر، اعمل سكيل. اذا انا علمت على السهم هلقيت مربع، اذا علمت على الاسهم انا ايش قاعد بسوي؟ هلقيت بقدر احرك لفوق ولتحت، احرك. لكن لو انا عصيت على المربع لحاله ما جيتش على النص جيت على الطرف، راح يكبر لي اياه باتجاه المربع. لو انا عايز من هنا كمان اكبره بكبره زي هيك، اذا عايزه من جميع الاتجاهات باجي على اللي في النص بكبرها. اذا عندي نظامين، نظام المربعات اللي هو بيعمل سكيل ونظام الاسهم اللي هو بيعمل تحريك. طيب خلينا نعمل تراجع. لو انا في عندي ثلاث مسطحات مع بعض متواصلات جنب بعضهم وجيت اعمل اكسترود او اثنين مش قضيه بس يعني اكثر من مسطح، خلينا اثنين واعملهم اكسترود، هذول المسطحين متصلات ولا منفصلات؟ منفصلات. لو انا علمت عليهم وجيت اعمل سكيل او احركهم راح الاحظ انه هم ايش؟ منفصلات عن بعضهم. طب انا كيف اعرف انهم منفصلات ولا مش منفصلات؟ في خاصيه، طلع عليا في خاصيه. لو انا اجيت
على المسطح اللي هان على افتراض وعايز اعملهم هدول اكسترود، بينفع انا اعمل اكسترود مش باليمين؟ طبعا هو اسهل طريقه اللي انا علمها شيفت باليمين تطلع القائمه تختار اكسترود، بس في عندك قائمه خصوص لهيك شغلات بوليجونز، بنروح على اديت مش، هذه قائمه فيها كل الخصائص اللي بتظهر عندي بالقائمه تبعت الجزر اللي على اليمين وزياده عليها، بس التعامل معها طويل، بدي اروح على هذا اتاكد ان بوليجونز واجي على مش وادور عليها، اللي باليمين اسهل لي. طيب هذه فيها بعض الخصائص الزياده، اديت مش فيها كيب فيس توجذر، بينفع نحطها صح وبينفع عن ايش؟ هيك احنا بنبدا تقريبا شفنا اهم خاصيه موجوده في الفيسز اللي عندي. راح نشوف ايش عندنا خصائص، اهم خاصيه للاكسترود عرفناها، واهم خاصيه في المسطحات اللي هي اكسترود عرفناها. في خاصيه كثير دائما احنا بنعوزها في الخطوط، لو جيت انا على ايدج في الخطوط انا بينفع اعوز خاصيه معينه، لو علمت على خطين معينين او على مجموعه من الخطوط، هي ايدج واعلم على مجموعه من الخطوط وشيفت شيفت وباليمين، بلاقي انه الخصائص في بعضها تغيرت على حسب ان انا شغال على الخطوط مش شغال على المسطحات هيكيت. راح اجي على خاصيه اسمها انسيت ايدج لوب تول، هذه وظيفتها لما اجي احط خط، شايفين في خط وهمي شايفه اخضر، انا راح تعمل لي ارفع ايدي راح تعمل لي خطوط على حسب ما انا وين علمت، اعاود اشوف هيعلم على المنطقه هذه وحط على الخط، يقف على الخط وحرك، هاي انت راح تحط خط في التقاطع هذا، راح تقطع المسطح تبعك بخط، اوكي حدد المكان بدك اياه، ارفع ايدك عن الماوس بتم اعتماده. ماشي؟ اذا انا صرت اقدر اضيف مسطحات واضيف خطوط، انت دير بالك انت لما ضفت خط انت عمليا قسمت مسطح لمسطحين، وبالتالي انت ضفت زيدت عدد المسطحات. قد ما بدك. طيب لو انا عايز مش عايز اعمل دوران كامل، انا بنفع اعلم عاود اعيد، بنفع اعلم على الايدج، اعلم على خطين بس، على خطين واعمل انسيرت ايدج لوب تول ونحط، الاحظ برضه عامل لي على اربعه مع ان انا معلم على خطين، بس طلع عامل لي حتى على مش معلم عليه. طب لو انا بدي بس يعمل لي على مقل على الخطوط اللي انا فقط اشرت عليها، باجي كالاتي اعلم على اللي انت عايزه هذا وهذا بس باليمين انسيت ايدج لوب تول، باجي على المربع تبعه على الخصائص يعني وبعص عليه، هاي الخصائص تبعته في حاجه اسمها اوتو كومبليت، يعني لحالك كمل، انا بعلم على خطين وانت بتعلم على الباقي لحالك، فبقيم خاصيه اوتو كومبليت هذه بصير هو مجبر بالخطوط اللي انت معلم عليها. وبنيجي هنا وبنحط الخط، شايف ما فيش عندي خطوط ثانيه، بحدد مكانه برفع ايدي عن الماوس هي تم، او بعص انتر تم اعتماد. هاي موجود. ماشي. طيب انا راح اوقف الشغل تبع هذا، الغي كله اوبجكت مود واعمل ديليت واحاول اعمل السرير، يعني هو تحت يعني بس ايش يبقى بحاله بسيطه شويه، ويكون عبارة كله عن قطعة واحدة، اعمل له موديلينج مرة واحدة. هاي اجي اول حاجة ابتداء خليني اجي من التوب واعمل البوكس، هذا يبقى تبع السرير الاساسي. طيب نيجي على السرير تبعنا هذا، يعني مبين انه هذا الخشبة اللي بنحط عليها الفرشة فيش فيها مشاكل، عايز اطلع الاجرين تبعونها كبيرة، احنا اذا كبير بنعرض شوي صغير. عايز انا اطلع اجرين من هنا، عشان اطلع اجرين عايز اعمل مسطحات منها اعمل اكسترود، عايز اعمل فيسز منها اعمل اكسترود، فبدي احط خطوط بطريقه معينه بحيث انه تطلع لي مسطحات. وجهه نظري رؤيتي ان انا احط خط هنا وخط هنا وكمان خطين هنا وخطين هنا، هات نشوف شو بده يصير معنا واحده واحده. اذا انا عايز اضيف خطوط راح اعلم على الخطوط اللي عندي ايدج، اروح على نظام الخطوط من نافذه التوب يفضل العمل، ليش؟ عشان تشوف الامور مسافات اوضح من عندك. باليمين شيفت انسيرت ايدج لوب تول، وانا اتاكد ان هذه فعاله عشان بدي اياها الخطوط تبقى على الكل، ونيجي نكبر النافذه تبعتنا وانا عايزه تقريبا في المنطقه هذه، هاي انت وعايزه كمان واحد ثاني في المنطقه هذه وهي انت، نشوف ايش اللي صار عندي. هدول الخطين ايهم كويسات،
وهم كويسات. ليش كمان انا عايز اطلع حفه لاتخذ من هان وحفه لهان على اساس انه الفرشه ما تقعش ولا بتكون تقع الفرشه اه مزبوطش كله الا تقع الفرشه يعني. طيب عايز احط خطوط من هنا برضو, عايز احط خطوط هان, فبالتالي راح اعلم على الخطوط اللي هنا ونروح من التوب شيفت انسيرت ايدج لوب تول ونيجي يبدو ما علمتش كنترول زد ايوه حاجه زي هيك. وهنا نفس الكلام حاجه زي هيك. ايش ضايل انا عايز الاجرين برضو عايز اقطعهم من هنا, عايز هنا احط خطين واطلع منهم الاجر الاولاني وهان خطين طلع. لا اقول لك احنا بنفع نحط خط واحد من هنا ونطلع الاجر وهان خط واحد ونطلع الاجر بمشي على افتراض. هات نيجي نعلم على الخطوط من هان ونيجي عايز احط هان واحد حاجه زي هيك وهي انتر مو غير انتر وهي هانا كمان واحد. اتاكد المسافات متساويه او متشابهه. صار انا قطعت الجسم تبعي لسه ما عملت شيء ولا فيه ولا حاجه عمليا مظهره الخارجي هو اه ما مش باقي في اشي لكن انا هيئته للعمل. خليني اجي باليمين انا عايز ايش اسوي المنطقه اللي تحت هذه فيس هذا وهذا والتنين اللي ورا هذول شيفت هاي كمان هان بدي انزل منهم الاجرين. هلقيت ملوش قيمه كثير ان انا اقول كيب فيس توجذر او ما تخليهم مش هم بعاد عن بعض غصب عنك مش راح يكونوا توجذر. شيفت اكسترود فيس وهي ننزل بمسك الاسهم المره هذه عشان ينزلوا معي. هيك صار في عندي اجرين لاتخذ تبعون تنزلوا بزياده لا مش لهالدرجه هم كلهم متساويات لان انا معلم عليهم مع بعض فيش مجال. طيب عايز اعمل ترويسه او روسيه التخت راح اجي اعلم من هنا فيسز اعلم على هذا اعلم على كل المسطحات هذول مع بعض وعلى كل المسطحات هذول مع بعض. هيته مهم ان انا اقول مش كيب فيس توجذر. ليش مهم؟ لانه راح يجي يجمع لك هذول مع بعض كقطعة واحدة طلع لك اياهم مش كل واحدة قطعة لحالها. فكيب فيس توجذر ضروري تبقى محطوط عليها صح. ونيجي شيفت وهي اكسترود فيس ماشي هاي التخت تبعنا. التخت في الغالب الروسية بتبقى اعلى من الثاني وينفع اجي باليمين فيرتيسيز فيرتكس نقطة روح النقاط اعلم على النقاط وارفع بالاسهم هذا الروسية. واذا حبيت اجرب اعمل ديكور هات نشوف لو انا اخذت الاربع نقاط في النص وعملتهم زي هيك يمكن يطلع معي كانه في عندي ديكور في التخت او ما شابه. طيب ضايل الفرشة اختنا بالله الفرش كله الا الفرشة راح نيجي فيس هنا اما هو الفرشة ما تقعش هي قصدي والفيس هنا نرفع الخشبتين على الجنب. لا واحد راح يجي يقول لك انا بدي ارفعهم زي هيك دير بالك هيك غلط اه طلع كيف هي وصار مسطح. احنا بنرفعهم بالاكسترود شيفت اكسترود فيسز عشان طلع لي مسطحات جديده حاجه زي هيك. واذا بدكم اياه يعني يمكن عالي شويه هيك بس بكفي. ضايل اختنا بالله الفرشه ذات نفسها. طيب عشان نعمل الفرشه هي عباره عن بوكس ونيجي من هان من التوب عشان اوضح لي شايف الخطوط اوضح من وين راح اجي من التوب وهي هالبدايه هاي هان تقريبا زي هيك هاي ارتفاع الفرشه تبعتنا ونيجي نشوف هان الفرشه انا عايز اطلعها لفوق شويه اشوفها والله شكلها من نوعيه الاخميل كويس اه. طيب خلينا ننزلها وعايز الفرشه في الطبيعي بتبقى هيك شكلها لا بتبقى الحواف تبعتها فيها ميل انعم من هيك مش كسره هذه بينفع ما تكونش فرشه بينفع تكون صبط بطون الواحد ينام عليها اه لانه هذه قاس. فاحنا ايش بيجي نسوي؟ بنعلم على الخطوط كلهم ايدج وكل الخطوط بعلم عليهم. خلينا اول شيء نشوف الخاصيه تبعتنا خاصيه جديده علم على الخط شيفت باليمين خاصيه جديده للخطوط بيفل
البيفل بتخلي لي تقسم لي الخط لمجموعه من الخطوط وبتنعم الشكل تبعها. هات نشوف شايفين كيف صارت البيفل. هاي خصائصها لحالهم بيفتحوا قدامك هنا وعيد اليمين بتحدد عدد السيجمنت. السيجمنت الخطوط الزياده بدها تضيفه. كل ما حطيت خطوط زياده كل ما نعم. طيب مش بس هيك، في عندك الاوفست الازاحه بتحدد الخطوط هذه او درجه الميل تبعي. هذا طلع شوف بينفع صغيره ميله صغيره وبينفع ميله كبيره. انت ايش عايزه؟ انا الفرش تبعتي يمكن بدا ايش زي هيك او ايش زي هيك. خلينا نتاكد منظرها مبين، مبين فيها انا انحناء صغير. هذا يمكن هيك بكفينا. اعمل تراجع لو انا عايز كل اتجاهات الفرش يكون نفس الشيء. بعلم على كل الخطوط باليمين شيفت بيفل وبنشوف هاي بيفل. بلعب بالخصائص تبعته، لقيت الخصائص هذه خصائص للكل. بدنا نلعب في الاوفست شويه حاجه زي هيك. هاي الفرشه تبعتنا بننزلها عاد لقيت مكانها اوبجكت مود بننزلها مكانها. وعايزين نعمل المخدة. في واحد راح يجي يقول لك انا بعمل منها كنترول دي وبصغرها وبخليها هذه هي المخدة تبعتك. هي ممتاز لما زغرت هنا الميل هان ضل كويس، بس الميل اللي هنا ايش انضغط وانت بتضغط. فنعملها واحدة جديدة فيش مشاكل. هي العملية مش متعبة. خلينا نجي هنا وبالعكس تبقى المخدة شوية اصغر من حجم الفرشة. نجيبها اطلع عنا نعملها عشان تكون شقة هادي. طيب اعلم على كل الخطوط تبعتها. هي ايدجز اعلم على الخطوط باليمين شيفت بيفل وبلعب بالخصائص اللي هنا سيجمنت. هاي اوكي هاي حطينا المخد ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.